السلام عليكم. دانت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز ما وصفته بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي طالت مدير وموظفي مكتب المالية بالمحافظة من قبل مسلحين مدفوعين من الأخ عارف جامل وكيل المحافظة، فضلاً عن التهجم اللفظي ضد مدير فرع البنك المركزي والتهديدات والمضايقات التي طالت في وقت سابق مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة. يأتي بيان المشترك عقب سلسلة من المواقف التي تعارض وجود الدولة في تعز وتعيق عمل مؤسساتها من قبل وكيل المحافظة عارف جامل. كانت الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن تقديم مدير مكتب المالية بتعز استقالته نتيجة ما وصفها بتصرفات بعض مسؤولي السلطة المحلية بالمحافظة التي تعيق أي جهد يهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق القانون واللوائح. ردود فعل في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المستوى الشعبي أبدت رفضها لممارسات بعض الأطراف والجهات النافذة التي تعمل على تعطيل مؤسسات الدولة وتحول دون استتباب الأمن في المدينة. الدولة العميقة ومهددات العمل الرسمي والمدني في تعز تبرز هذه المرة وسط تحذيرات من تأسيس مشروع موازي للحزام الأمني التابع للإمارات في عدن، لكن هذه المرة في تعز. مشاهدينا الكرام، من يعيق تطبيع الحياة في تعز، بل ومن المتسبب في تغييب الدولة، وما الذي يترتب على ذلك؟ نناقش ذلك في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. من يعيق حضور الدولة في تعز؟ سؤال يعيد هذه المحافظة إلى واجهة الأحداث مجددا، فعلى خلفية استقالة مدير مكتب المالية بتعز من منصبه ومن عضوية لجنة تسيير الأعمال المالية بالمحافظة تظهر أسئلة كثيرة، أبرزها حول معرفة من يعرقل كل الجهود التي تسعى لتثبيت وجود الدولة. يقول مدير مكتب المالية أن استقالته جاءت نتيجة لتصرفات بعض مسؤولي السلطة المحلية والتي تعيق أي جهد يهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق القوانين واللوائح. ويقول متابعون إن الصراع في المحافظة يتركز حول مصادر الإيرادات ومسألة تحصيلها، وإن استمرار بعض الأشخاص والكيانات في تأزيم الوضع الداخلي للمدينة بات يشكل خطراً موازياً لخطر الميليشيا. تتضح الصورة في تعز خصوصاً بعد زيارة الوفد الحكومي الذي سعى لتثبيت حضور الدولة وإخلاء المرافق الحكومية من الجماعات المسلحة وإنهاء الصراع حول الموارد والتعيينات، فقد كان أبرز ما قام به الفريق الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري إلى جانب محاولات تطبيع الحياة في المدينة افتتاح فرع البنك المركزي في تعز والذي من شأنه تحصيل الإيرادات المالية للدولة التي كانت تستقطع من قبل نافذين في السلطة المحلية والجيش وتذهب على هيئة إتاوات خارج سياق الدولة ومؤسساتها، غير أن بعض الأطراف التي كانت المستفيدة الأولى من الوضع غير المستقر للمدينة وتعمل على استثماره كما يبدو باتت مهددة بخسارة مصالحها الخاصة. الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة السارق. يقول مراقبون إن البنك والمكاتب الإيرادية والمالية تواجه اليوم صعوبات في ممارسة مهامها القانونية في ظل تضارب قرارات إداراتها مع ممارسات وكيل المحافظة عارف جامل رئيس حزب المؤتمر الموالي للشرعية الذي تشير إليه أصابع الاتهام بأنه بات يخضع لإملاءات أبو ظبي. تعز التي لا تزال مكبلة بغياب المحافظ، بالإضافة إلى ضعف أداء الأجهزة الأمنية، بدأت تشهد معوقات في تطبيع الحياة تصل إلى تعقيدات تشبه تلك التي أوجدتها الإمارات في عدن، وهو ما فسره مراقبون بمحاولات مكثفة للإمارات لفرض واقع جديد في المحافظة التي ظلت عصية على الجميع، بما في ذلك رفض تشكيل قوات أمنية تسعى لتمكين موالين لأبوظبي بفرض سلطتهم على المدينة. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي عبد العزيز المجيدي من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك معنا أستاذ عبد العزيز، وأبدأ بسؤالي لك حول يعني أنه بعد زيارة حكومية أنجز فيها الكثير من يعني محاولة تثبيت حضور الدولة، يبدو أن الأمور تعود لسابق عهدها، أو ما الذي يحدث بالضبط في تعز برأيك؟ في الواقع لم يعد أحد يدري ماذا على تعز أن تفعل ومن هو العدو الذي يجب عليها أن تتفرغ لمواجهته. المدينة والمحافظة عرضة للضرب والقصف والمجازر شبه الأسبوعية أو الشهرية في تعز.
الحصار الذي يدفع الكثير من أبناء المحافظة إلى قطع مسافات طويلة بعيداً عن الممرات القريبة التي تقع تحت قبضة الميليشيات، الخذلان من قبل التحالف والسلطة الشرعية بشأن استكمال عملية تحرير تعز، والمثلث الأخير الذي يظهر بين الحين والآخر هو مسؤولي تعز وهؤلاء الأشخاص الذين يقفون على رأس السلطة المحلية في المحافظة. لم يعد أحد يدري هل هؤلاء وجدوا من أجل مساعدة المحافظة، من أجل تجاوز مشاكلها والمحنة التي تعترض حياتها طوال الوقت، أم أن هؤلاء أصبحوا أيضا مشكلة أخرى للمحافظة. اليوم ومنذ الأمس هناك 4 بيانات صادرة بشأن قضية واحدة، هذه القضية تتحدث عن اعتداءات وعن تهديدات يقوم بها وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل لمسؤولين في المكاتب الحكومية، يحاولون هؤلاء استعادة العافية اللازمة لإحياء وتفعيل هذه المؤسسات من أجل انتظام العمل وتطبيع الحياة في المدينة. بيان الحزب، بيان للحزب الاشتراكي، بيان للجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك، بيان لأبناء سامع الذي ينتمي المنطقة التي ينتمي إليها مدير مكتب المالية الذي قدم استقالته بالأمس تحت تهديدات وكيل محافظة تعز عارف جامل، وبالإضافة إلى بيان نقابة موظفي مكتب المالية. بيان الحزب الاشتراكي قال بصورة واضحة إن التهديدات التي قام بها وكيل المحافظة هي تأتي ضمن سلسلة من التهديدات الممنهجة التي تستهدف عمليا إحباط إعادة وإحياء الأجهزة التنفيذية في تعز، ومن شأن الأمر أيضا أن يؤدي إلى عملية إحباط للحاضنة الشعبية للمقاومة الشعبية في تعز، وهذا بالتأكيد لا يخدم تعز. اليوم الطرف الذي ربما يبدو مبتهجا بما يحدث في تعز هو الانقلابيين والميليشيات التي تضرب تعز طوال الوقت، ويبدو أن الضرب من تحت الحزام الذي تتعرض له تعز من داخل المدينة ربما يساوي وقد يكون أشد من الضربات التي تقوم بها الميليشيات على المدنيين والقصف اليومي الذي يحدث ويؤدي إلى قتل الناس وإهدار دمائهم وإلحاق المزيد من الضرر والأذى بالمدنيين. نعم، لو تحدثنا عن البيانات التي أصدرت، يعني اللقاء المشترك كما تفضلت أصدر بيان، والحزب الاشتراكي وكذلك أبناء سامع، وأيضا بيان نقابة الموظفين، يعني هناك ضغط إعلامي واسع من خلال هذه البيانات حول كل هذه المخالفات التي يمارسها الوكيل عارف، والتي يعني تتحدث بصراحة عن نقاط كثيرة وواضحة من هذه الممارسات اللاقانونية. يعني برأيك متى سينتهي هذا الوضع الغامض؟ كيف يمكن أن يعني لم يعد غامضا بمعنى أصح، تعود مؤسسة، نود أن يعني متى ستعود مؤسسات الدولة لممارسة مهامها دون يعني هذه الإشكالات التي تظهر بين فينة وأخرى؟ الواضح أن ما يحدث هو في النهاية يسيء لهؤلاء الأشخاص، وقد كانت تشكلت خلال الفترات الماضية صورة جيدة عن كثير من كفاح هؤلاء الأشخاص ضمن المقاومة الشعبية في تعز وأصد ميليشيات الحوثي وصالح عن المدينة، لكن يبدو أن هؤلاء الآن منهمكون في تبديد هذه الصورة الجيدة التي رسموها عن أنفسهم، وهم منهمكون أيضا بتحويل أنفسهم إلى مصدر أذى للمحافظة والمدينة، وبالتالي تعز بالتأكيد يظهر أنها عرضة لشكل من أشكال الإساءة لتلطيخ صورتها كمدينة مقاومة، وبنفس الوقت أيضا هي إلى حد كبير هي حاملة مشروع دولة وتطالب بهذا الأمر، وهي لا تستطيع أن تعيش بعيدا عن فكرة الدولة. لكن ما يحدث بشكل أو بآخر هو يأتي في سياق استهدافات كثيرة للمحافظة، وإلا ماذا يعني أن هذه الممارسات تتكرر طوال الوقت؟ البيانات تتحدث عن التهديدات المستمرة لمدير المالية الذي اضطر لتقديم الاستقالة، الاعتداء على مدير مكتب الضرائب واقتحام مسلحين لمكتب الضرائب، الاعتداء على مدير الموارد المالية بمحافظة تعز، إصدار العديد من القرارات المتضاربة لتعيين أشخاص
في مواقع هي اصلا صدر لديها موظفين في اشخاص هم معينين من قبل محافظ المحافظه. اذا ما الذي يحدث؟ لماذا يحدث هذا؟ يبدو ان هناك من هو متضرر بالفعل من عمليات تفعيل مؤسسات الدولة في تعز، إحياء وتطبيع الحياة العامة. يبدو أن هناك مصالح كبيرة ربما لهؤلاء الأشخاص أو هذه أو هؤلاء الأطراف، ربما تعرضت لهذه المصالح للأذى ربما من نشاط هذه المكاتب الحكومية، وبالتالي يحدث مثل هذا الأمر. نحن وأبناء تعز السياسيين حزبيين موظفين عاديين يطالبون عارف جامل بأن يحافظ على الصورة التي رسمها عن نفسه خلال الفترات الماضية كمقاوم من ضمن مقاومة تعز. لا يجب أن تتبدد هذه الصورة على وقع أطماع ومصالح شخصية، أعتقد بأنه بالإمكان تحقيقها في السياق الطبيعي لرجل هو مسؤول دولة عليه أن يقوم بمهامه من أجل خدمة محافظته. السير في هذا الاتجاه لا يخدم تعز بأي حال من الأحوال. لسنا بحاجة إلى نعم نناقش كيف أن هذا الموضوع يعني سيؤثر سلباً، خذلان كبيرة من كل الأطراف. نعم. وأخشى ما أخشى أن يصبح أبناء تعز هم أنفسهم عصا لجلد المدينة والاستمرار في التنكيل بها. نعم، سنتحدث لاحقاً أستاذ عبد العزيز حول مدى تأثير ذلك على سير المعركة في تعز، ولكن قبل ذلك يعني ما تم سرده من نقاط أو من مخالفات تم الاتهام فيها عارف جامل سواء في البيانات أو ما ذكرته أنت، يعني نلاحظ تهديد مدير عام مكتب الضرائب، هجوم أو التهجم على مدير فرع البنك المركزي، اعتداء على مدير عام الموارد المالية، يعني كل هذه الجهات تعد مؤسسات إرادية. يعني هل التهجم يعني غرضه مالي أو لفرض سيطرة على المؤسسات الإرادية؟ لا أحد يدري بالضبط ما الذي يجري. من الواضح أن الإجراءات التي قام بها نائب رئيس الوزراء في تعز ربما كانت غير مرحب بها من قبل بعض الأشخاص وبعض المسؤولين وبعض المنتفعين مما يحدث من حالة فوضى داخل تعز، وبالتالي يحدث مثل هذا الأمر. العملية التي يتم الحديث عنها الآن في البيانات السياسية هم يتحدثون عن سلسلة من الأعمال، والتهديد الأخير لمدير المالية جاء في هذا السياق، وبالتالي المسألة ليست وليدة لحظة، لم تأتي على هامش خطأ لمسؤول معين ربما نحتمل له مثل هذا الخطأ في حالة انفعال أو غير هذا، لكن أن يأتي في سياق سلسلة متتالية من الأفعال والممارسات التي هدفت بدرجة رئيسية لتعطيل نشاط المكاتب الحكومية، هذا لا ينم عن تصرف رجل مسؤول هو بالفعل معني بعملية مساعدة تعز والمساهمة بإخراجها من لحظتها الحالية. أعتقد بأن الأمر أيضا يحدث بشكل أو بآخر، هناك شكل من التواطؤ من السلطة الشرعية. إذا لم يكن هذا الأمر مثيرا ل حفيظة السلطة الشرعية، المسؤولين، رئيس الوزراء، محافظ المحافظة، حتى الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجودة هنا، وحتى أيضا الأحزاب السياسية التي احيانا تمارس شكل من اشكال الصمت والتواطؤ حيال ما يحدث. نعم استاذ عبد العزيز، يعني سنتحدث عن موقف الحكومه تربط بعض النافذين ببعض هذه السلسله الطويله من المسؤوليات، وبالتالي يحكمون عن وضع حد لمثل هذه الممارسات. الامر اصبح مقلقا للناس والناس في حاله نعم. احباط اذا كان هذا هو الشكل الذي يصدر عن مسؤول من الدولة، فلماذا الناس يتساءلون لماذا خرجوا أصلا من أجل التضحية بكل هذه الأرواح والدماء؟ هم يبحثون عن دولة ولا يبحثون نعم. عن إذن أستاذ عبد العزيز، عصابات أو ميليشيات أو حتى متنفذين يريدون قانون ونظام، ويفترض بالسيد عارف جامل أن يكون ممثلا لهذه المنظومة التي يريدها المواطنين في تعز. نعم، إذن اسمح لي أستاذ عبد العزيز أن ينضم معنا الأستاذ عارف جامل وكيل محافظة تعز عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عارف. مساء النور عارف يا أختي العزيزة، أهلا بك أستاذ عارف. بداية يعني دعنا نتحدث عن أو حول أربع بيانات صدرت حول ما حدث في تعز مؤخرا، جميعها تشير إليك بعمل ممارسات تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة، في حين أنكم رجل دولة أولا وأخيرا، ويفترض أن تقوموا بتسهيل وتثبيت حضور الدولة في هذه المؤسسات. ما قولك؟
أنا أختي العزيزة أتمنى أن تعطيني بس مساحة من الوقت حتى أوضح الصورة هذه المغلوطة. تفضل. أختي العزيزة، يعلم الجميع أنه أنا أتحدى أولا في البداية، ما طرح من كلام أنه تم تهديد مدير المالية أو تم تهديد مدير البنك المركزي. أنا أتحداهم يثبتوا أن عارف جامل خالف القانون أو خالف عمل الدولة أو يشتغل خارج نطاق الدولة. أنا أتحداهم. ما يحصل في تعز هو عمل حزبي منظم، لا شيء ولا لا لا أكثر من هذا. للأسف الشديد أحزاب المعارضة في تعز لم تنسى أنها أصبحت حاكمة، لا زالت تتعامل بعقلية المعارضة، وللأسف الشديد هم اليوم ينقلون من الصراع، ينقلوا الصراع مع الحوثي في الجبهات، نقلوا الصراع إلى داخل المدينة بمناكفات وأعمال سخيفة وتافية لا ترقى حتى إلى مستوى، حتى إذا حصل شيء أو حصل اختلاف ما بين المسؤول والمسؤول، هناك قنوات دولة ربما هي الحاكم وهي الفيصل في هذا الجانب. ما دخل الأحزاب السياسية في تبني قضايا إدارية وقضايا دولة، هذا يدل أن هذه الأحزاب حاولت أن تدير السلطة المحلية في تعز. نحن كوكيل محافظة نرفض أن تدير الأحزاب السياسية السلطة في تعز. نحن أول من أنشأ مؤسسات الدولة. هؤلاء الذين يتحدثون اليوم عن مؤسسات الدولة أين كانوا في بداية قبل سنة ونصف من عملية الحرب؟ نحن جئنا كوكيل محافظة لتعز، لا توجد إدارة أمن ولا توجد إدارة مديرية ولا يوجد مكتب إرادي. أنشأنا مكاتب وكلفنا أشخاص قائمين بالأعمال وأوجدنا الدولة في الوقت الذي كان يتم تحصيل الموارد عبر فصائل وكتائب وألوية. نحن من أوجدنا مؤسسات الدولة. عندما تم تحصيل موارد سلمناها ووردناها عبر البنك الأهلي بحسابات بنكية موافق عليها من عدن. عندما جاء الأستاذ عبد العزيز جباري وقام بفتح البنك المركزي، نحن من وجهنا والمدير المالي يعلم هذا، وجهنا بعدم التعامل إلا عبر مدير المالية، وجهنا أن لا يتم التوريد إلا عبر البنك المركزي. فبالتالي هذه كلها مغالطات وكلها استهداف حزبي لا أكثر ولا أقل. طيب اسمح لي أستاذ عارف، لا أدري ماذا يريد الأخوة في الأحزاب، ماذا يريد من تعز؟ بدل أن نوجه الناس حول الجبهات لا زال العدو بيننا وبينه 10 أمتار. نعم. لا زال الجرحى يتألمون. جميل. وبالتالي إذا أستاذ عارف لماذا هذه القضية؟ لماذا نعم. بعد هذا التوضيح اسمح لي أن أسألك بعض الأسئلة. نعم إذا اسمح لي أستاذ، لماذا يتعرفون مدير المالية أنني أحرق سيارته نتيجة تحريض طائف تحريض في أستاذ عارف المساجد. نعم. لماذا لم تتكلم عن هذه القضية؟ نعم اسمح لي أستاذ عارف، يعني وضحت ما أردت توضيحه، ولكن يعني هل يعقل أن 4 بيانات تصدر؟ دعني من بيانات الأحزاب إذا كنت ترى أنها نعم أتحداهم. أنا أتحداهم. نعم. ماذا عن بيان نقابة تم تهديد مدير المالية؟ نعم. ماذا عن بيان مدير المالية؟ أنا موقع معهم حاضر أستاذ عارف. اسمح لي بالسؤال. نعم تركت لك الفرصة للإجابة، اسمح لي بطرح السؤال. يعني إن كانت الأحزاب كما تراها تعمل كعقلية المعارضة كما وصفتها، اسمح لي أكمل السؤال أستاذ عارف. أستاذ عارف ماذا عن بيان إدانة نقابة موظفي مكتب المالية والذي تحدث عن هذا التهديد؟ هل سيكذب أيضا الموظفون؟ عفوا اسمعيني، حتى اللحظة لم يكتمل مكتب المالية. فأين هناك النقابات؟ هذه مسميات يستغلها أفراد الأحزاب ككيانات. أنا أتحداهم أن توجد هذه الكيانات. لا يوجد حتى لحظة كيان مسمى نقابة موظفي المالية. حتى اللحظة لا يوجد مكتب المالية، لم يستكمل كمكتب مالية، لم يستكمل كمستوى الفروع. فبالتالي لا، عندما نأتي عن حديث هذه كلها مغالطات، كلها بيانات الغرض منها شيطنة عارف جامل. لا نعم. أكثر من هذا. إذا ابقى معي أستاذ عارف إذا تكرمت، ابقى معي. أنتقل بالسؤال لضيفي عبر الأقمار الصناعي الأستاذ عبد العزيز المجيدي، وأظنه استمع إليك أستاذ عبد العزيز، استمعت لحديث الأستاذ عارف ينفي جملة وتفصيلا ما ورد في البيانات ويتحدى إثبات يعني أنه قام بتهديد أو عطل أي مؤسسات، وبالعكس يعني تحدث وتساءل أين كانوا هؤلاء الأحزاب قبل سنة ونصف؟ لم يوجد إدارة أمن، لم يوجد مكتب مالية، لا يوجد مؤسسات كثيرة من الدولة، وهم من قاموا بترتيب كل ذلك، وعلى العكس بوجود الأستاذ عبد العزيز الجباري كان أول من وجه، والأستاذ عارف جامل حسب قوله بأن التعامل لا يكون إلا مع مدير المالية. يعني كيف ترد؟
أنا لست طرفاً في السجال الذي يحدث بين الأحزاب وبين السيد عارف جامل، لكن ما هو مؤكد أن عارف جامل أصدر مجموعة من القرارات لتعيين أشخاص أحدثت إرباكات كثيرة في تعز خلال الفترات الماضية. وهناك اليوم صندوق النظافة والتحسين في المدينة لديه 2 رؤساء صناديق، حتى مدير المالية كان هناك أيضا مدير مالية صدر قرار بتعيينه من السيد عارف جامل. هناك أشخاص كثر تم إصدار قرارات لهم من شخص هو أصلا غير مخول بإصدار قرارات، وهذا يتنافى أيضا مع النظام والقانون. بالنسبة للحديث عن مسألة أن هذه الأحزاب أو أن لا زالت تعيش حالة المعارضة أو أن يجب أن لا يكون لها دور في السلطة كما يقول، أنا أسأل أيضا السيد عارف جامل، أنت موجود على كوكيل للمحافظة، المحافظة بصفتك من؟ أنت موجود كوكيل للمحافظة باعتبارك رئيس المؤتمر الشعبي العام المساند للشرعية، وبالتالي مسألة المحاصصة بين الأطراف لم يعد أحد يعترض على هذه المحاصصات. الناس يسألون الآن كيف يتم التصرف بهذه المسؤوليات؟ ما الذي يتم فعله من أجل إنجاز معاملات الناس ومساعدتهم من أجل الانتقال إلى مرحلة وجود دولة وأجهزة حكومية؟ الكثيرون عندما يتم طرح مثل هذه الإشكالات والاتهامات الموجهة للسيد عارف بوجود تهديدات، من له مصلحة بإثارة مثل هذه التهديدات؟ على العكس من ذلك، هناك شكل من الاتهام للأحزاب السياسية بأنها تواطأت مع عارف جامل ولديه ارتباطات ومصالح ربما وعلاقات شخصية تربطه بقيادة حزبية ساهمت باستمرار مثل هذه الإشكالات القائمة في تعز، وبالتالي أصبح الأمر مثيرا للإحباط. لم يعد الناس يريدون هذا الأداء البائس من قبل أشخاص ومسؤولين يا مهمتهم فقط السجال بالاتهامات والتراشق. إذن اسمح لي أستاذ عبد العزيز، أستمع الناس تذهب إلى الجحيم. هناك إشكالات كثيرة، هناك إشكالات كثيرة لم يتم التعامل معها خلال الفترات الماضية. الحديث عن مسألة مثلا الإيرادات، هناك أسئلة كثيرة عن هذه الإيرادات، كم تم توريد مبالغ إلى الحسابات الحكومية في البنك الأهلي وغيره مثلا. هناك أسئلة بشأن مصير الإيرادات التي تم تحصيلها خلال الفترات الماضية وأين مصيرها. هذه الإيرادات كانت تحصل بطريقة غير قانونية، السندات ليست صادرة عن وزارة المالية مثلا ولا بإشراف البنك المركزي، وكانت العملية تتم في إطار عملية ارتجال واسعة. هو محق عندما قال بأن هناك كتائب ومجامع مسلحة وغيره كانت تقوم بعملية جبايات، لكن الآن بعد القرارات التي تم اتخاذها والإجراءات التي يفترض أن أستاذ عبد العزيز أترك فرصة للأستاذ عارف أن يرد على كل هذا. أستاذ عارف، أستاذ عبد العزيز إذا سمحت أنتقل لك. أستاذ عارف جامل، نعم أستاذ عبد العزيز إذا تكرم أنتقل لك. أستاذ عارف استمعت لي كثير من النقاط التي طرحها. يقولون ما نعم أترك لي فرصة لأضع السؤال أولا. أستاذ عارف يعني هناك كثير من النقاط طرحها الأستاذ عبد العزيز واستمعت إليها، يعني هناك تضارب أيضا أنت تضع قرارات وتشكل إشكال. يعني هناك الآن 2 رؤساء لصندوق النظافة، كان هناك قرار سابق للمالية، يعني ووجودك أيضا هو جزء من المحاصصة التي تمت، حتى أنت يعني تتهم الأحزاب بأنها تقوم بعمل المعارضة. يتساءل أيضا عن مصير الإيرادات التي كانت قبل خلال الفترة الماضية، هناك حديث عن يعني 3 مليار تقريبا كإيرادات حكومية، يعني هل تم توريدها حين تم افتتاح المركز؟ وكثير من النقاط، ولن ننسى ورقة التوضيح الذي صدر عن طريق المعمري الذي يقول أن هناك استخدام لختم المحافظة دون وجه حق. اعطيني الوقت لأتكلم. تفضل. شوفي، أولا النقطة الأولى الرئيسية، أنتم تتعاطى لماذا أصدرنا تكاليف للناس ينجزوا العمل؟ لماذا لم تتعاطوا مع مسألة لماذا هناك محافظ غائب له أكثر من سنتين؟ ناقشنا ذلك، وهذه حلقة أخرى، هذه حلقة أخرى لا علاقة لها باليوم يا أستاذ عارف. نعم، هذا موضوع آخر ليس موضوعنا اليوم أستاذ عارف، لا تداخل الأمور. تفضل. اسمعيني يا أستاذ، تعز لا تدار إلا من داخلها. أما إدارة المحافظة عبر الواتساب وعبر الرسائل هذا كلام مرفوض وغير صحيح. نحن من كلفنا أشخاص قبل أن يكلف المعمري، نحن في الميدان ونستشعر الخطر ونستشعر
ما يحتاجه المواطن. بالتالي لو كان جاء الأخ المعمري ومارس عمله كنا سنكون جنود مجندة معه، لكن الأخ المعمري ترك فراغ، نحن أملأنا الفراغ هذا بضرورة. نعم هذا الفراغ الذي تتحدث عنه أستاذ عارف وتتحدث عنه. اسمعيني يا أستاذ عزيزة. نعم ولكن يعني أنا قاطعيني خليني أكمل. استدعت الضرورة أن نكلف أشخاص، كلفنا أشخاص قائمين بأعمال في مجال النظافة في مجال الموارد، واتفقنا مع الأخ المحافظ أن هؤلاء الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبلنا سيأتي إلى المحافظة ويداوم، وسيتم فرزهم من هو مستحق ومن هو مؤهل ومن هو طب سيستمر، ومن هو غير كذلك سيتم استبعاده. هل هذا عملكم كوكيل محافظة أستاذ؟ هل هذا عملكم التعيين؟ هل هو من عملكم؟ نظلنا أكثر من سنة ونحن ننتظر الأخ المحافظ لم يحضر. بالتالي هؤلاء الأشخاص قدموا خلال سنة ونصف ما لم يقدموا أحد. نعم لكن أستاذ عارف تعز ليست خاضعة للحكم الذاتي، ما زالت تتبع الحكومة الشرعية التي عينت لها وكيل. نعم الذي... ونحن نتبع السلطة الشرعية لا نتبع أحد، نتبع السلطة. نعم جميل. إذن تتبعون السلطة الشرعية وقراراتها. من اسمعيني انا اكلمك عن حالة استثناء، انا لم يعني المحافظ ما اصدرش قرار وانا اصدرت قرار. انا المحافظ بالعكس. نعم المحافظ ما اصدرش قرار وانا اصدرت قرار مخالف للمحافظ. انا املأت فراغات معينة واتفقنا حولها مع الأخ المحافظ. لتتكلم عن القرارات، هناك جهات لا يحق للمحافظ أيضا أن يصدر فيها قرارات، لا مكتب الضرائب ولا مكتب المالية ولا مكتب، يعني نحن تقبلنا قرارات من المحافظ. مثلا مدير المالية تخصصه لغة عربية وليس مؤهل أن يمسك مكتب المالية، لكن الأخ محمد رجل جيد ولا نتكلم عليه وتعاملنا معه بكل سلاسة. هذا ما يتعلق في جانب القرارات. في جانب الموارد أن نحن وردنا مبالغ بصورة غير قانونية، أنا أتحدى أن يثبتوا وردنا المبالغ عبر السندات. احنا عملنا بدائل عندما لم يكن هناك قسائم تحصيل رقم 50، اوجدنا دفتر بديل. عندما لم يكن هناك بنك مركزي اوجدنا بنك اخر، بنك اهلي واعتبر شبه حكومي البنك الاهلي ليس بنك اخر. وتم تقديم تقرير متكامل للاخ عبد العزيز الجباري بما تم تحصيله خلال الفتره من يوم ما بدانا بالتحصيل وما تم صرفه، واعطيناه التقرير وطالبناه بتشكيل لجنه من الجهاز المركزي لرقابه المحاسبه بالنزول لتلك الجهات ومعرفة ما تم توريده وما تم صرفه. يعني أفهم منك أنه تم إيراد 3 مليار التي يتم الحديث عنها كإيرادات حكومية سابقة. من 3 مليار لا يوجد 3 مليار. إيراد اللي تم تحصيلها خلال الفترة لا تجاوز 300 مليون خلال السنة والنصف. الأخ عبد العزيز الجواري سلمناه تقرير متكامل بما تم تحصيله خلال الفترة بمواقع دفاتر سندات تحصيل مختمة ومخيدة عندنا بتسلسل وما تم توريده للبنك، وطالبناه بتشكيل. نعم يبدو أستاذ عارف يؤسفنا أن قطع الاتصال معك أستاذ عارف، لكن ربما أنك وضحت كل النقاط التي أردتها. أستاذ عارف جامل شكرا جزيلا لك، وكيل محافظة تعز كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أستاذ عبد العزيز، يعني الرجل يوضح أنه لا علاقة له بكل التهم التي يعني تصدر بحقه، يتحدث عن مبالغ تم إيرادها وتسليم كشف واضح للأستاذ عبد العزيز الجباري. يعني برأيك لو كان هناك مشكلة حقيقية في شخص عارف جامل، هل الحكومة ستظل تتفرج على هذا الوضع؟ يعني هل يعقل أن تقبل بشخص يعين ويأخذ الأموال ويأخذ الإيرادات وهي تتفرج من بعيد؟ يتحدث عن كل من عين أنهم كان بالتوافق مع محافظ المحافظة، لم يعارض أي تعيين قام به محافظ المحافظة، خاصة أنه نحن نتحدث عن محافظ غير موجود فعليا على الأرض. الأسئلة المعنيين بالإجابة عليها هم الأشخاص المعنيين بالرد على هذه الأسئلة. محافظ المحافظة معني بالرد على هذه الأسئلة، بقية المسؤولين ووكلاء المحافظة أعتقد بأنهم أيضا هم معنيين بالرد على مثل هذا الكلام، لأنني متابع و فقط صحفي أحاول قراءة ما يحدث. نتابع الأحداث أول بأول بحسب ما يقع في المدينة والتصرفات التي تصدر عن كثير من المسؤولين في المحافظة. أنت لو لاحظت مثلا من خلال الصورة التي بثت قبل قليل أثناء النقاش في عملية افتتاح فرع البنك المركزي، لن تجدي مسؤولا واحدا من محافظة تعز موجود من الوكلاء.
وتحديدا وأتكلم عن الوكلاء وكلاء المحافظة موجودا في الافتتاح. يبدو أن افتتاح البنك لم يروق الكثير من المسؤولين في المحافظة، وإلا لما تغيبوا عن هذا الحدث الأهم الذي خرج من أجل المواطنين في تعز، وأعتقد بأنكم أنتم صورتم جموع الناس وهم يحتفون بهذه المناسبة، وبالتالي كانت الصورة تعكس حالة غياب مسؤولية كبيرة لدى الشخصيات التي كلفت بإدارة الشأن في محافظة تعز، والأمر لا يبدو أنه يقتصر على شخص محدد ولا على عارف جامل أو غيره. الأمر يبدو أن عملية المحاصصات التي تتم في تعز من خلال الشخصيات والأحزاب هي لا تتم للأشخاص الأكفأ والأنزه بقدر ما تتم وفقا لتوصيات ودوائر نفوذ حتى داخل الأحزاب نفسها، وبالتالي نشاهد شكل من أشكال لشكل من أشكال الإحباط الذي يخلقه وجود مثل هؤلاء المسؤولين. كثير من الإشكالات أصبحت الحوادث التي تحدث في تعز كثير من أطرافها لم يعودوا مواطنين أو مسلحين في الشوارع. نسمع دائما عن صراعات بين هذه الأطراف، الطرف الفلاني يواجه الطرف العلاني، المرافقين الذين يتبعون الشخص سين اشتبكوا مع المرافقين الذين يتبعون الشخص صاد، محافظة تعز الذي غاب طويلا عن المحافظة، وللأسف كان ربما لوجود شخصيات في على رأس المحافظة ربما لم يكن أيضا ليست مهتمة بوجود مسؤولين على رأس المحافظة. طيب برأيك يعني المعمل غاب طويلا عن المحافظة وبالتأكيد هو مطلوب للعودة، لكن علينا أن نتذكر دعيني أكمل هذه النقطة، علينا أن نتذكر بأن المحافظ عندما عاد في الأيام الأولى لمزاولة عمله تعرض لاعتداء، كان أحد أطراف الاعتداء على المحافظ هم مرافقين يتبعون عارف جامل ومرافقون يتبعون أيضا آخر القائد صادق سرحان، وبالتالي نحن نواجه إشكالية في تعز. يبدو أننا نحتاج إلى مسؤول من ذمار أو من صنعاء يأتي لكي يخضع له الآخرون، وبالتالي الشخصية التعزية شخصية إلى حد كبير يبدو أنها لا تتحمل المسؤولية بكفاءة ولا تقوم بالدور اللازم كما ينبغي ولا تخضع لبعضها، ولهذا نحن نواجه إشكالية. عندما جاء عبد العزيز قباري أنتم شاهدتم كيف كانت الأمور نعم تسير ببساطة، الكل كان نعم يتسابق. سؤال أخير أستاذ عبد العزيز، نعم اسمح لي بسؤال أخير حتى أستغل ما تبقى من الوقت أستاذ عبد العزيز، الوقت الذي شاهدنا من قبل أيضا نعم. آخرين اسمح لي أستاذ عبد العزيز في دقيقة، هل نعتبر الأستاذ عارف جامل هو الآن الرجل أول في المحافظة رسمياً أم أنه الرجل الأقوى إذا صح التعبير؟ لا أعتقد أن هناك تصنيف يمضي بهذا الاتجاه، هناك فقط حالة ترهل في تعز ناجمة عن المنافسات العدمية بين مختلف الأطراف، الكيد السياسي والشخصي يطغى على المسؤولية و الشخصية المفترضة لرجال الدولة، هناك شكل من أشكال الكيد الذي لا يرقى لما يفترض أن يكون عليه مسؤول ورجل الدولة. يبدو أننا اعتدنا فترة طويلة وحالة القهر التي عاشتها تعز خلال الفترات الماضية ربما كرست شخصية الرجل المقهور الذي دائما إما أن يحاول تفريغ قهره في آخرين أقل منه، أو أنه أيضا دائما ما لا يخضع إلا للأشخاص الذي مارسوا عليه قهرا تاريخيا. هذه إشكالية ربما تحتاج إلى دراسة، نعم. لكن في شكرا نفس الوقت جزيلا لك. نحن نواجه مأزق حقيقي يتعلق بغياب قيادات قادرة أن تتحمل مسؤولية. أستاذ عبد العزيز المجيدي تحس وتتعاطى مع الصحفي عبد العزيز المجيدي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أمين مرعي رئيس نقابة موظفي مكتب المالية من هناك. مساء الخير أستاذ أمين مرعي. أستاذ أمين هل تسمعني؟
فقدنا الاتصال. إذا كان يعني ننتظر التواصل بالسيد أمير أمين مرعي ليوضح لنا أولا هل يوجد فعلا نقابة موظفي مكتب المالية، أم أنه كما تحدث الأستاذ عارف جامل بأنه لا يوجد كيان بهذا المسمى، وأن المكتب لم تكتمل أركانه بعد ولم يعني يكتمل عدد موظفي حتى يكون هناك نقابة. إذا إلى أن يعود معنا الأستاذ أمين مرعي نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. جديد مشاهدينا الكرام، ويعود معنا الأستاذ أمين مرعي رئيس نقابة موظفي مكتب المالية من تعز. أستاذ أمين مساء الخير. مساء الله بالخير والعافية. أهلا بك أستاذ أمين. بداية يعني نود أن تحدثنا كيف تابعتم استقالة مدير مكتب المالية، وما الذي اضطره أن يقدم استقالته في وضع كهذا؟ والله قضية استقالة مدير المالية هي في إرهاصات كثيرة ومذكرة، ليس بين مدير المالية أو موظف المالية مع الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة أي خلافات شخصية ولا منافسة، ولكن للأسف الآن في تعز بمجموعة يتنافسوا على الخبز ولم يتنافسوا على الجمال وعلى السلوك القويم الذي قامت الثورة 11 فبراير لانتفاضة ضد السلوك الهمجي اللي يمارسه النظام السابق. فكان يفترض انه الان انه الناس هنا الموجودين من معينين من الشرعيه يتنافسوا على الجمال، على اعاده الشرعيه، على اسباب المؤسسات، على الايرادات، يعني على ايش معاناه الموظفين والمواطنين في تعز ان حل مشاكلهم، لكن الاساس يتنافسوا على القوى والاشياء السيئه، رغم انه نحترمهم كاشخاص، نحن ضد السلوك فقط. نعم، اذا لكن هذا السلوك الذي تتحدث عنه استاذ امين نفاه الاستاذ عارف جامل جمله وتفصيلا، يعني حتى انه قال انه لا يوجد كيان اسمه نقابه موظفي مكتب الماليه لانه اصلا لم يكتمل المكتب كهيئه اداريه ولا كاجهزه، ما رايك؟ نقابة مكتب المالية موجودة من 2012 ومعروفة هناك، ما مش مطلوب منه انه يعني احنا موجود شرعيتنا من موظفين انفسهم، شرعية النقابة هذا من الموظفين وليس منه، هو ما يعطيش تصريح لحد ولا يمنع التصريح عن احد. فنحن موظفين موجودين وكيان موجود من 2012 بعد ثورة 11 فبراير، شكلنا الكيان هذا اكثر من 800 موظف. فنحن نريد دولة ومسؤول يحمينا. لا لكنه أيضا يعني تحدى أن تثبتوا أي تهديد يعني وصل لمدير المالية أو أي تصرفات. نعم طبعا نحن لا في هنا شهود الموظفين، لكن هذا حضر لابد أمام مدير المالية وقال له أنه نبغى غير كذا لم بمشاكل كثيرة من ضمنها أنه بيكون يحول للمالية رغم إدراكه ان مكتب الماليه لم يوجد لديه اي اعتمادات او فلوس، لانه ما زال عاد البنك على اقل من 10 ايام على ما تم فتحه، ويتطلب كذلك قرارات حتى عكس الايرادات الى عمليه مصروفات. فنحن نريد قانون فقط يحمينا لنا وعلينا، واذا في اي تقصير لنا يحال للقانون، يحولنا الى الجهات الاقساط ليردعنا اذا قصرنا في اعمالنا، وهذا لا يشجعونا، لان احنا ناس موظفين سني، لا نريد ان يجيب اوامر لافراد مسلحين. طبعا حتى المسلحين هذم في ربما يكون لهم عليهم مشاكل كثيره، بس هو بامكانه كمسؤول يمتص غضبهم ويحاول يوجههم التوجيه السليم، بدل ما يعطينا للموظفين المسالمين والمدراء الذي لا يملكوا الا اقلامهم فقط.
نعم إذا شكرا جزيلا. لا نريد أن نصطدم مع الجمهور، هو من عندما يجيب أوامر ويدرك أن لا يوجد اعتمادات ومشاكلهم ليست بيد المالية، هذا هنا نصب النار بالزيت. نعم إذا شكرا جزيلا لك أمين مرعي رئيس نقابة موظفي مكتب المالية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ فهمي محمد مسؤول دائرة الثقافة والإعلام بالحزب الاشتراكي من تعز. مساء الخير أستاذ فهمي. أستاذ فهمي هل تسمعني؟ نعم معك. نعم أتمنى أن تسمعني من سماعة الهاتف حتى لا يتردد الصوت. بداية أستاذ فهمي، تقديم استقالة تقديم استقالة مدير مكتب مالية تعز يبدو فتح الباب على وضع كان مختبئا تحت الرماد فساد مالي وإداري كبير حسب ما تم الحديث عنه في بيانكم بيان الحزب الاشتراكي، كيف تتحدث عن ذلك؟ اولا ما ورد في بيان الحزب الاشتراكي اليمني. الو نعم اسمعني من الهاتف استاذ فهمي، اسمعني من الهاتف، اغلق صوت التلفزيون ان سمعت. اغلق التلفزيون اغلق يا عبد الحكيم. نعم تفضل. اولا اقول بانه في بيان الحزب الاشتراكي اليمني قام على معطيات موجودة في الواقع. ما أريد أن أوضحه هنا أنه في تعز حاصل الآن صراع داخل المكاتب الحكومية بين موظفين أستطيع أن أصفهم برجالات دولة يبذلون جهودا جبارة في إعادة دور المؤسسات الحكومية على أساس مرجعيات قانونية ولوائح ناظمة لعمل المؤسسات. نعم. وبين نافذين يريدون أن يدوروا مؤسسات الدولة عن طريق ممارسة تسلطية خارجة عن نطاق القانون، خارجة عن نطاق أي مرجعيات ولوائح ناظمة لعمل المؤسسات الحكومية. يتمثل في مقدمتهم عارف جامل. ولهذا ستلاحظين بأنه ما يدور في تعز الآن هو صراع حول المكاتب الإرادية. نعم. المكاتب المالية مثل الضرائب مثل المالية مثل هذا. هؤلاء الأشخاص النافذين يريدون أن يسيطرون على المراكز المالية بعيدا عن مراقبة القانون، وبالتالي هم يتخذون سياسة ممنهجة لتطفيش الكادر الوظيفي الذي يتمسك بالممارسة القانونية ويحاول يفعل دور المؤسسات الحكومية في إطار مرجعيات القانون وفي إطار مرجعية اللوائح الناظمة لعمل المؤسسات. هذا هو ما يدور الآن على مستوى المؤسسات. نعم لكن كان معنا قبل قليل الأستاذ عارف جامل وتحدث عن أن أحزاب اللقاء المشترك ويعني ما زالت تتعامل بعقلية أحزاب المعارضة يعني ولا تود سوى إثارة السلطة المحلية في تعز وتحدى إثبات أي يعني تهديدات أو أي ممارسات خاطئة تم اتهامه بها. يعني مع من يطلع على بيانكم أستاذ فهمي يعني طرحتم العديد من النقاط، تهديد مدير مكتب عام الضرائب، تهجم على مدير فرع البنك المركزي، اعتداء على مدير إلى آخره، كل ذلك نفاه الأستاذ عارف جملة وتفصيلة، وحتى على مستوى إصدار قرارات مخالفة للقانون قال لم أصدر أي قرار إلا بالتوافق مع محافظة المحافظة وكانت يعني مجرد قرارات للقيام بأعمال في أماكن شاغرة تعد. أولا عارف جامل عندما يأتي هنا في قناة إعلامية لن يقول غير هذا الكلام. ألو تسمعوني؟ نعم أسمعك أسمعك. عارف جامل أولا عندما يأتي إلى قناة إعلامية ليسمعه الجميع لن يقول غير هذا الكلام، أنه لن يخالف القانون، لكن الواقع يقول شيء. أولا من حيث مخالفته أو تعارضه مع ما يصدره المحافظ ستدركين بأن هناك عدة قرارات بتكليف أشخاص صدر فيهم تكليف بإدارة مكاتب بينما المحافظ صدر بتكليف ناس آخرين، وبالتالي هذا يعد عمل مخالف. بالنسبة لإنكاره لمسألة ما يتعرض له الموظف العام، أنا حسب معلوماتي وأنا واثق منها والتقيت في المعنيين في الأمر، مثلا في مكتب المالية
عارف جامل اتفق مع مدير مكتب المالية بخصوص يعني محاضر موثقات بخصوص العمل في هذا المكتب. ولكن نتيجة لأنه عارف جامل يعود بعد ذلك ويتنصل من هذه المسؤوليات يريد أن يمارس دوره التسلطي، وبالتالي تصادم مع هذا المدير مكتب المالية وهدد مكتب المالي مدير مكتب المالية بالحرف وبالمليان، يقول بأن سوف أغرقك في المشاكل معنا. وكل يوم يصحى مدير مكتب المالية وأمام مكتبه هناك أشخاص محولين من عارف جامل إما بصرفيات فلوس أو بصرفيات تذاكر إلى آخر ذلك من الأشياء، وآخر ما وآخر موقع تم التصادم عليه في التحويلة في تذكرة السفر للمدعو صدام المقلوع الذي أتى معه أمر من عارف جامل موجه إلى مدير المالية لصرف التجارب، برغم علما بأنه ليس له حق عارف جامل أن يصدر هذه الأوامر، وليس له حق مدير مكتب المالية أن يصرف فلوس بخصوص هذه الأشياء. يعني كل ما يدور الآن هو محاولة تطفيش الكادر الوظيفي المهني الكادر الملتزم بالنظام وبالقانون، ليتم بعد ذلك إصدار قرارات بناس آخرين يتم تطويعهم وتعامل خارج نطاق المشروعية القانونية، خارج نطاق اللوائح الإدارية، خارج نطاق هذا ما يجري الآن في تعز. نعم، إذن شكرا جزيلا لك فهمي محمد مسؤول دائرة الثقافة والإعلام بالحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وما زال الغموض يلف ما يدور في محافظة تعز إلى أن تتنبه الحكومة الشرعية لوجود محافظة بالقرب منها ومن يعني مكان إقامتها في عدن من يتواجدون هناك منهم لحل مثل هذه الإشكاليات ووضع النقاط على الحروف. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد مشاهدينا الكرام، كونوا برعاية الله وأمنه.